مسألة القنوت الفجر، معلوم ان اكثر الناس الاغلبية يأخذون بقول الامام الشافعي رحمه الله في قنوت الفجر مداومة، والبعض الاخر يقولون انما نفعله مرة او مرات ونقطعه، والبعض يقول لا نفعله ابدا، ان الرسول صلى الله عليه وسلم فعله شهر وتركه، فما الصحيح في هذا الامر؟ وهل هناك في القنوت اذا كان في الفجر رفع اليدين فيه؟ وجزاكم الله خيرا افيدونا. القنوت شرعا قنوتان، مشروع وغير مشروع. المشروع هو ينقسم إلى قسمين، له سبب عارض، والقسم الآخر ليس له سبب عارض. القسم الأول له سبب عارض فيما ينزل في المسلمين من المصائب، وهذا ما يسمى بقنوت النازلة، فهو جائز وفي الصلوات الخمس دون أي تخصيص بأي صلاة من هذه الصلوات الخمس. والقنوت المشروع الآخر الذي لا يرتبط بنازلة فهو القنوت في الوتر، حيث يسن القنوت في الوتر دون أن يراعى في ذلك النازلة أو المصيبة تنزل بالمسلمين. فإذا هما نوعان، قنوت لنازلة وقنوت لغير نازلة. قنوت النازلة في الصلوات الخمس، قنوت غير النازلة فقط في سنة الفجر. وإذا عرفنا هذا التفصيل نقول الذي يريد أن يتوسط في الموضوع بين القولين اللذين ذكرتهما، فبعضهم يحافظ على قنوت الفجر دائما، والبعض الآخر لا يأتي بهذا القنوت مطلقا، فهناك قول وسط يقول نفعل أحيانا ونترك أحيانا. هذا الذي يفعل أحيانا ويترك أحيانا نقول له إن كنت تفعل حينما تفعل أحيانا من أجل النازلة فخالفت السنة من حيث تخصيص هذا القنوت بالفجر، لأن القنوت في النازلة لا يختص بالفجر، فهل عممت وقنت أحيانا في الفجر وأحيانا في الظهر وبقية الصلوات الخمس؟ وفي ظني أن مثل هذا القانت لا يقنت أحيانا وفي الصبح فقط للنازلة، وإنما من باب إرضاء الفريقين، إيه هؤلاء بدهم قنوت هي قنتنا لكم، هؤلاء لا يريد قنوت هي ما قنتنا لكم. وهذا كما يقولون يعني يأخذ العصا في الوسط يرضي الفريقين ويتغلب عليهما معه. فإذا هذا الذي يقنت في الفجر أحيانا نقول له إما أن تدع، إذا كان قنوتك في الفجر ليس قنوت نازلة، وإما أن تعمم إذا كان لنازلة بقية الصلوات الخمس. ومن هنا يظهر بأن الذي لا يقنت في صلاة الفجر هو الأحرى والأولى بالسنة الصحيحة. هذا ما لدي من الجواب عن هذا السؤال. بالنسبة لرفع اليدين في القنوت، رفع اليدين في القنوت سواء كان قنوت وتر أو قنوت فجر وغيرها من الصلوات الخمس في النازلة يشرع رفع اليدين فيه. وإذا قنت الإمام
يرفع يديه ويرفع صوته بالدعاء ويؤمن من خلفه أيضا رافعين أيديهم. أحيانا نصلي وراء مثل هؤلاء الناس الذين يقنطون مداومة، فيعني ترى أن بعض الإخوة لا يرفعون أيديهم ولا يؤمنون وراءهم، فما حكم ذلك؟ هذا طبعا لا يجوز، لأنه يخالف قوله عليه السلام كما نذكر دائما وأبدا: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. فينبغي متابعة الإمام في مثل هذه المسائل الخلافية بين العلماء قديما، فضلا عن ذلك حديثا، فيتابع هذا الإمام ولو كان المتابع لا يرى شرعية ذلك فيما لو صلى لنفسه. هذا هو الجواب.